السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع المسلمين في غزوة حنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قبائل ومن أهل مكة، حتى أن بلغ جيش المسلمين 12,000 مقاتل، وهذا يعتبر في تلك الفترة عدد مهول جدا وكبير. فدخل في بعض الصحابة شيء من الثقة المفرطة والغرور رضي الله عنهم، حتى أن بعضهم قال: والله لن نهزم اليوم من قلة. بدأت المعركة، حمي الوطيس، اشتد القتال، بدأ الصحابة يتفرقون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي طريح واللي جريح واللي قتل واللي هرب، حتى أن البعض ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. الدنيا صارت كلها أخبار حرب، ما عاد تشوف حتى اللي جنبك. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه العباس: يا العباس، نادي في الناس، نادي في الناس. فصار العباس رضي الله عنه ينادي في الناس: يا معشر المسلمين، هلموا واقتربوا إلى رسول الله، يا معشر المسلمين، هلموا واقتربوا إلى رسول الله. رجعوا الصحابة اقتربوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاتفوا أكثر، قاموا مرة ثانية، فانتصر المسلمون. أراد الله أن يلقن المسلمين درسا قاسيا: لا تغتر ولا تعجب في نفسك مهما كانت إمكانياتك، عليك الافتقار لله عز وجل ولو كنت في عز قوتك. وفي هذه الحادثة يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم، جزاكم الله خير. جينا من السفر ما معي إلا الثوب، واليوم معزوميننا عند رجال يسوى عدد عظامي، ما راح تشتري غترة وعقال وطاقية. مخد ايش تسوي انت؟ اشتري قميص يوم الشرف. هذا القميص اللي يجحد الوسخ اللي تقول؟ هذا القميص احبه قمصان يا اخي، احب اشتريها. تهبهب تهبهب وترقد وتشتغل ها كيف؟ والله زين. فاتم الله بالخير يا متابعين، والله جرى علينا شيء للاسبوع هذا، تقول مدعيين علينا، ما ادري ثايلين فينا لغم ما ادري. لا اخذنا بخطيب ونكبنا. يا اخوي نعطيك قيمه القعود وروح لابوه واطلبها الجاليه، طالبينك امسك ولدك ما عاد نباه. يا جماعه اخذناه للاردن وتوفي ولد عم غازي المطيري، اخذت لمباراه النصر وانهزم النصر، اخذ مخلد يستاجر سياره وصدم مخلد بالسياره. اشهد لا اله الا الله. والله حديتني عليها مخلد مريض. والله ما زمن هي بلا سفريات بلا خرابي، ترجع لوضعك الطبيعي والجنيه الملايين اللي تجمعها، البس قميص خلي امورك طبيعيه، بلاش ما فاش خرب بلاش. اه يا عمي الحق، والله اعطي لك على نافوخك. هيا امشي من هنا. اقول لك بص فيني ملك تناظر. انت انا لما بغبش ما بغبش كذا. ايش رايكم يا جماعه الخير؟ والله يا هذه مخد اللي يجحد الوسخ، هذا اللي يجحد الوسخ. لو تدفع على حليب نياق ما يبين مره، ما غير حتى التراب اللي على كذا ولا احد يبرق فيه مره. عز الله، هذه القمصان تجحد الوسخ، هذه احسن شيء تهبهب فيها وترتاح وتنبسط وتشتغل. هبهب يا عمي الحق، هبهب يا باشا، هيا للفيوم. والله سبعة أدعام بكل الصعايدة. على راسي على راسي يا باش. بالعطرين ما في أحد ما قد سألني عليها، سواء في دوام رسمي، سواء في مناسبات رسمية، سواء في زواجات، سواء. وبالنسبة للثبات، يوم نتكلم دوبي على الثبات، أنا أقول لك 1,000,000 من 5 وأنا راهن على كلامي. يعني أنت عميل له؟ مو عميل، أشد من العميل له. طيب بسألك، يوم فتحت الباب أنا يوم فتحت الباب ترى شدتني ريحة عطر، وكنت أعرف مكونات هذا الشيء، يا توبكو يا باتشولي يا شيء زي كذا، ما شاء الله ألف من ذكر الله يا الريح. طيب نبي نشوف، أنا متحدى أنا وياهم، نبي نشوف الثبات كم يقعد ساعة. إذا ما قعد يوم أنا ما نفهت. هم يقولون يومين. أبي أنزل لكم الرابط حق العطر هذا وبعطيك معلومة. العطر العطر ما يلحق الكلام. God, very good. أمسينا وأمس الملك لله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا جماعة هذا والله مو بإعلان، ولكن إنصافا لأهل الطيب وأهل الإبداع، هذا من دخون الإماراتية،
برايفت الأحمر. أنا أتحدى خصوصا إخواني الرجال، أتحدى تكشخ وتعطر منه ثم تطيب بعود، يعني تتبخر وتروح مجلس الرجال أقل شيء 4-3 يسألونك من وين العطر ذا. والله نتكلم وأنا صادق جماعة عن تجربة حوالي 5 شهور. تعال 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 بطيبك. الله لا أنا أشوف وجهك أشوف أحمد حجازي على طول. أحمد حجازي سي قارة سي حمد الله وي درب النصر وي غازي أنقل أنقل على التحالي. تعطر تعطر أنا دمي أصفر عشق الطفولة النصر. تعطر وي عشق الطفولة وي أصفر